خوتي السلام عليكم، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ نتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا باحسن الاحوال. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو عندي خاص على الكرموس او التين. انا اعطيكم بعض المعلومات اللي عندي وخليكم مع الفيديو. المهم اخوتي، كما تشوفوا هذا النوع ده هذا الكرموس تبارك الله فيها الخير. هذه هي نسميوها حنايا نقولوا لها الحمراء، الكرموس ديالها قد كبر ودرجة حمراء من برا، كتكون حمراء من داخل. طبيعة الحل اي كرموس كتكون من داخل حمراء، اي من برا كتكون حمراء. هذا الشيء علاش نسميوها الحمراء. هي كما تشوفوا هي الكرموس حمراء تبارك الله، وكاين اللي باقا صغيره باقا ما طابت شي. ايوا تبارك الله الخير. وهذا الكرموس هذه النوع هذا بالضبط يقولوا لي الفاسي تبارك الله، يكون كبير تبارك الله واعر كما تشوفوها. الصباح صباح الغربي صباح الكرموس مشرطة، يا سلام. هذه يا خوتي كما تشوفوا طاحت كدلوح وطيح، هذه هي الكرموس اللي كان خزنوها. هانتوما خوتي هذا النوع هذا نسميوه المسار، الكرموس ديالو يكون صفراء تبارك الله. مع صباح الجو الغربي صبح الكرموس واعرة، تبدلت في النهار كان الكاز الشرقية كانت الكرموس كاملة في الزيت. ايوا دابا الحمد لله صباح الجو الغربي صبح الكرموس واعرة ما شاء الله. وهذا النوع هذا خوتي نسميوه العسل، العسل يكون كحال كما تشوفوا يخرج العسل على فاه، داكشي علاش يسميوه العسل. الكرموس ديالو حتى هي واعرة ما شاء الله كما تشوفوا، هي مطيحة في الأرض. ولقى لقى هاكا مني هم عمار تصطر زعما وري وحماس طال ديالك تشوز تشوز هاي هاي انا عمار حماس بها رقولة. برافو، يلا حطوها من هنا يلا ما لقطوا اخر هافية، حطوا هنا حدا اخر، حطوا هنا اميره اسطال بالها رقوها ما زغابي انتي بدهر. حرك يا أميرة حرك. هوس. ايه والله يلطح الكرموس انت. دابا اخوتي هذه عمليه تجفيف التين، هنايا فين نقبسوا الكرموس في الزريبه كما نسميوها حنايا، هنايا فين نقبس الكرموس كما تشوفوا نمرحوها كامله. هنايا كاين اللي خضره بحديتها، ديك التيو انقيوها لا باش ما تشركش اللي جبناها قبل بنهار واللي من بعد، يعني كل وحده وفي بلاصتها. السلام عليكم، كنتم مساليكا كان تكون حوالا خير. دابا حنا نخطو الكرموس، يلا اختار هاي
عندهم اخوتي كما تشوفوا خطروا الكرموس، يعني عمليه فرز الكرموس، خطروا اللي مزيونه بحديته واللي ما صالحاش يعتني بحديته. يا اميره وريني شنو ما نختار النوع ديال الكرموس اللي كاين هنايا. هذه اللي طبعا خطر. وريني انت هذا النوع. هذا يا المهم هذا النوع هذا اسمه المسار، وهذا من افضل انواع الكرموس اللي كاين في المنطقه، هو القوطي. ها هو الانواع ديال الكرموس اللي كاينه هنا بالضبط اللي نخطروها، كاين القوطي والمسار وشنو يقولوا لهذه الحمراء. هذه حمراء، هذه زرقاء وحمراء. زرقاء انتي؟ ها اخ عوض لله. ما كاينش عندنا الغدان دابا هنا، كاين هذا الحمري. هذا خمتي هنا عندها المستر والحمري. ها هو الحمري تبارك الله، واعر الكرموس ما شاء الله. ماما لا كاينش هذه. تنتينا محمد نشوف يدها انتم اخوتي. هذه القوطي كما تشوفوا، واعرة تبارك الله فيها الخير. القوطي هي من احسن انواع الكرموس اللي كاين عندنا. وانتم اخوتي تبارك الله صلات على النبي فيها الخير الكرموس ما شاء الله. عندهم اخوتي الكرموس القوطي واعر. خذي كما تشوفوا جني شويه الكرموس القوطي واعر ما شاء الله، واعر صافي بحال الذهب. ودابا من جني شويه الكرموس الحمراء، هذه الكرموس ديالها حمراء تبارك الله كبيره. ما الصباح تبارك الله صباح الغربي، صباح الكرموس كما تشوفوا نقولوا لها مشرطه بالغربي لقيت الكرموس. تبارك الله الكرموس ديالها واعر، باقي فيها على الفوق على اللي عاليه ما تلحقش. اي وحده Thank you.